يا جماعة، أنا هاخدكم جولة هيك بسيطة بالخضار، شوفوا ما أحلى المنظر. شايفين ما أحلى المنظر؟ هذا كله قعدة، اللي بيجي يقعدك بالخضار بيقعد أحلى عالم. هنكمل لجوا، شوف شو الترتيب جوا. الجو طبعا كتير كتير حلو اليوم، خرج الواحد يطلع يتمشى. هذا المكان يعني العالم تجي تتمشى فيه، حلو لأنه فيه خضار، سبحان الله بيريح النفسية يعني. رح نعمل جولة هلا سوا نتسلى شوي. شايفين ما أحلاه؟ طبعا هذا المكان بصراحة أنا أول مرة بجي عليه، رح نستكشف المكان سوا مثل ما بيقولوا. عنا طلوع هلا لنشوف لوين بده يودينا هذا الطريق. بس هو هذا المكان بشكل عام أنا بعرفه يعني، بمروا احيانا من ناح شغلي، فقريب من ناح شغلي بلاقي العالم عم تتمشى وتطلع من هون، فما بعرف لوين بيودي. شايفين منظر الشجر ما احلاه؟ سبحان الله، هو منظر الخضار بشكل عام بيريح النفسيه. هو الشجر بيولد اكسجين بيقولوا. هاكم شايفين المنظر، نزول هلا هيك، نزول وحطالعين. نشوف وين وصلنا يا محمد. وفي دراج عاملين، شكله بيطلع الواحد لفوق هني. هلا بس نشوف الشارع هون وين بيودينا. هاي نحنا كنا تحت، سبحان الله عليكم، مثل تحسوه وادي نزول. نحن كنا تحت بس نكمل هلا هون، شوف وين بياخذنا هذا الشارع. طبعا يا جماعة في شمس، طالع الشمس، بس في لسعة برد، بس حلو الجو. شوف المنظر، شايفين ما احلاه؟ ان شاء الله ربي بيطعموا هذا المكان لكل مين مشتهي. الله يفرجها على أمة لا اله الا الله محمد رسول الله. دواختكم ها؟ على هذا المكان نفسه شكله بياخذنا لتحت. تحت في جنينة وما جنينة للأطفال. يا جماعة وين ما بتروحوا، أي مكان بتروحوا عليه بيكون في خضار أو هيك أماكن واسعة بتلاقوا فيها جنينة للأطفال. يعني عاملين مكان دائما للأطفال وعاملين حساب الأطفال انه اذا راحوا يلاقوا العاب ومراجيح وهيك شغلات لحتى يتسلوا. هاي هون كمان في عنا نزله
هاي النزلة ما بعرف وين تاخذنا كمان، هاي واحدة تانية بدي اجرب والله انزل فيها، لا بس اشوف اول هون. شايفين يا جماعة عاملين للأطفال تفرجوا ملاهي هون. هلا بس تلاقي مكان بعملكم زوم شوفوا المكان. تفرجوا ما أحلى، هنعمل زوم. شايفين الأطفال قاعدين عم يلعبوا، عاملين ملاهي للأطفال. بالله عليكم ما تنسونا الاشتراك في القناة، تعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو إذا سمحتوا. من هون أوضح، شايفين يعني بكل مكان بتروحوا بتلاقوا هيك موضوع خاص للأطفال. بس أنا موضوع اليوم حابب إني أطلع وأمشي بالخضار. هلا هون رجعنا على الشارع، فأنا رح أرجع أدور وروح على المكان الثاني اللي بتكون عليه، بس مشان ما أطول عليكم رح أوقف شوي وبرجع بس لوصل على المكان الثاني. نراكم لاحقا. هي جينا من هون، هلا بدي أنزل من هون. قلت لكم أنا اللي شوف هون تحت، شوفي هلا في نهر، ان شاء الله يكون هذا الطريق اللي انا بعرفه بيودينا على النهر. اذا كان هذا الطريق اللي بيودينا على النهر فكتير حلو بصراحة. هلا رح تشوفوا مناظر حلوة وجميلة جدا ان شاء الله. طبعا هذا المكان اللي وجدتهم اياه هنيك كان في قاعدة على اليمين، فيها هيك فسحة كبيرة وخضار. يعني هذا المكان بصراحة يجيب الواحد منقل اللحمة وقعدة مشاوي يكون مع العيلة، فبيطلع أحلى عالم. بس سبحان الله الواحد إذا يطلع لحاله قد ما عمل وقد ما هي بدي خلقه، يعني مثل ما بيقولوا الجنة بلا ناس ما بتنداس. وقت بيطلع الواحد هو وعيلته، هو ومرته وولاده، أهله أمه أبوه أخواته، يعني غير وضع سبحان الله. وين بده ياخذنا هذا الطريق؟ وين بده ياخذنا؟ هلا هذا الطريق بيطلع لفوق، خليني اشوف فوق اذا هذا الطريق نفسه. بدي اروح على مكان، بدي اروح على النهر ورجيكم النهر. حلو كتير المكان هنيك. طبعا اليوم موضوع تمشاي، حابب اعمل شويه هيك الرياضة. صار لي زمان ما طلعت مشيت، منيح الرياضة منيحة. هذا الطريق تبع الأوتوبان، الأوتوبان هذا يا جماعة الطريق السريع هون، ما كنتوا شايفين الطريق السريع صرنا هون. بس المكان اللي روح عليه أنا هنيك هذاك المكان، فخلينا رايحين بهذاك الاتجاه نشوف يودينا ولا لا. شكله طريق بسكليتات هذا وانا مخالف. شايفين يا جماعة وين ما بتمشوا خضار خضار خضار، شيء جميل. بلشت بوادر النهر. بس نشوف، خلينا نكمل. هلا بنروح على اليمين بظن بيودينا على النهر اللي عم قلكم عليه. مشان ما اطول عليكم راح اوصل على النهر وبرجع بشغل الفيديو لنشوف مع بعض. عاملين بجنينه كمان ملعب كرة قدم، اللي بحب يجي يلعب كرة قدم
وفي هون عم يلعبوا لعبة عالم ما بعرف شو هي، مثل البولينج كأنه شيء يعني عم يلعبوها هون. هون وصلنا على الشارع، ان شاء الله يكون المكان اللي انا بدي اياه مشان نروح على النهر. يا جماعة هذا المصنع اللي انا بشتغل فيه هون، هذا المصنع. طبعا هذا المدخل من وراء، في عنا المدخل الرئيسي من قدام، هذا مكان عملي هون. وهلا بهذا الطريق نفسه اللي احنا ماشيين فيه لاخر الشارع هذا بيودينا على النهر اللي انا قلت لكم عليه، وفي حدا هنيك بيصلح سفن وقوارب. نتفرج هلا شوي كمان هنيك على العادي بيكون حاطط القوارب برا وعم يصلح فيهم. فلنشوف هلا اليوم الاحد، ما بنعرف اذا هذا الشيء، بظن اليوم الاحد ما بيشتغل، بس يعني نحن ماشيين ومكملين جولتنا يعني. اي مدخل المصنع اللي انا بشتغل فيه هون، خلينا نكمل ونراكم كمان لاحقا. يا جماعة هلا نحن وصلنا تقريبا على طريق النهر، وهون هلا على اليمين مفروض يكون يلي قلت لكم عليه تبع القوارب، يلي بيصلح قوارب. نشوف هلا نعمل نظرة اي المستودع تبعه هون، تلاقي حاطين قوارب. على فكرة يعني تطلعوا انه في شيء حلو، انه بتمشوا بخضار وبنفس الوقت وانتم ماشيين بالخضار تلاقوا في بنايات، تلاقوا في بيوت، تلاقوا في عمار. يعني مو انه مخصص لا يعني مدخلين الخضار والقصص كلياتها مع السكن والبنايات والمنازل. طبعا في اماكن خاصة بروح الواحد عليها بيعمل سيران بيتسيران فيها، بس هون صاير مشكل يعني. شايفين هذا هون، هذا ليكو، هذا هون بيصلح قوارب. ما فيني انا اصور تحت لانه بعيد عني، بس هلا مثل هون حاطط هذا القارب، شايفين على الطرف الثاني. هلا بيبين معي من فوق، بدي اورجيكم من فوق على الطرف الثاني بيبين معنا كيف حاطط القوارب من فوق. هلا بورجيكم يا هون، بس شايفين هذا النهار. هذا الطرف الثاني هون بتلاقوا فيه مصانع وهيك شغلات، هيكم شايفين القوارب هابا. نطلع من الدرج ولا نمشي؟ خلينا نتمشى تمشاي. هلا اذا مشينا لقدام بياخذنا على الطرف الثاني، وبامكاننا نقعد شوي لانه مشينا مشوي طويله يعني. لحد الان صرت ماشي لي شي 4 كيلو. يلا منيح اني اعرف الرياضه حياه. طبعا هي كلها دراج هون بتلاقوا حاطينها، كل شوي بتلاقوا حاطين دراج، انه اللي بيحب يطلع لفوق على الشارع يطلع من المكان بيطلع، واللي ما بده يضلوا مكمل. كل شوي بتلاقوا فيه حاطين، اجانا بس زمور ورانا بسكليت كمان، هون بيجوا بيعملوا رياضه على البسكليتات. بتلاقوا يعني بتطلعوا سبحان الله، هذا اللي مر قدامي كبير بالعمر، كبار بالعمر بتلاقوهم بس بيحبوا يطلعوا ويضلوا يمارسوا رياضة. هلا هون حاطين كراسي، يلي بيحب يقعد بيقعد، بس انا بدي امشي لقدام. في كراسي قدام حلوة تكون مقابلنا النهر احلى. كمان هون في كراسي بس في شجر بالوش قدام نلاقي احلى. هذا طريق البسكليتات، يعني عاملين حساب البسكليتات والمشاة، شايفين؟
هلا بعرف اني نقيت كتير كتير، بس بالله عليكم ما تنسونا من الاشتراك بالقناة، تعملونا لايك، عم تنسوا اللايك كتير، ليش ما بعرف. معيدكم لا تنسونا. هلا يا جماعة بصراحة ما لقينا مكان نقعد جنبه ويكون ما في شجر. انا اجيت مرة، صار لي زمان ما اجيت لهون، والله اجيت مرة لهون انا كان هذا الشجر كله يعني موجود، بس هذا الخضار كله اللي تحت ما كان موجود، فكان الواحد بيحسن يقعد وبتلاقوا موجود النهر هيك مكشوف قدامكم. بس هلا رح نقعد هون او هنيك في شمس حلو، خلينا نقعد على الشمس. هاي لقينا كرسي اخيرا على الشمس، خلينا نقعد، بدنا شمس، حلو الشمس، شايفين يا جماعة محلا. طبعا هذا المكان اذا بتمشوا هلا هيك بتضلكم ماشيين لاخر الشارع بتلاقوا وين ما مشيتوا بتلاقوا في كراسي وقعدة مشان الواحد يقعد يريح راسه من الدنيا وبما فيها. بعد الاستراحة عملناها رح نكمل الجولة بهذا المكان نشوف وين حيودينا. ما شاء الله حلو، عم بيصلي، الله يتقبل، ما شاء الله حلو. طبعا عادي يا جماعة تفرجوا، عم بيصلي يعني ما في أي مشاكل. في بعض الأماكن فيها نازيين وفيها مشاكل، بس نسبة قليلة يعني، في مناطق كتير ما فيها أي مشاكل، أمورها بخير، منفتحين للأمور، ما عندهم أي مشكلة يعني. طبعا سامحونا اذا الكاميرا عم ترج شوي، بس انا مثبتها على ايدي يعني، ما جبت هذا الاختراع اللي بيحطوا عليه الكاميرا وبيثبتوه، فسامحونا اذا في رجة، بس بظن رجة خفيفة يعني ما لها مزاجة. طبعا هون لساته النهر على يميننا، بس مثل ما قلتلكم بما انه في شجر صار وخضار هذا كله ما كان موجود، بس شكله انا صار لي زمان ما جيت لهون. بتغير الموضوع. طبعا هلا بطارينا بالرجعة على البيت ان شاء الله، بس رح نكمل لانه رح اطلع من مكان تاني كمان في اماكن حلوة ممكن نصورها. صراحة بتمنى بهذا الوقت اللي انا عم تمشي فيه يكون كل الحبايب موجودين معي، والله يعني الواحد بيتمنى يكونوا اهله وناسه ومحبينه معه. الله يكرمنا بكرمه ان شاء الله، ويكرم كل مين عم يتفرج على هذا الفيديو. هلا في عنا مفرعين، مفرع على اليمين شايف ودغري، فلا نشوف وين نروح. هلا نشوف وين الله بيسهل لنا. هون في عادة هيك صغيرة كان الواحد يقعد هون. طبعا سامحوني انا كل شوي بتوقف الكاميرا برجع بشغلها تطلع بمقطع تاني، لانه في ناس ما بتحب تطلع على الكاميرا، تمام، فبكون جاي ناس مقابلي مثلا فبوقف الكاميرا برجع برد بمشيها، لانه صارت الناس هون تعاني من القصة، يا صارت الناس تمشي وتخاف انه تطلع على اليوتيوب، في ناس ما بتحب سبحان الله تطلع على اليوتيوب، مع انه صار في كثير يوتيوبرية وكثير صار في عالم عم بتصور للتيك توك والفيسبوك وال في برنامج جديد لطالع، بس لسه ما اشتغل عنا باوروبا اللي هو اسمه كواي. بتلاقي كل الناس عم بتصور وكله عمي، بتلاقي الواحد ماشي بالشارع وخايف حدا يصوره. طبعا يعني في ناس سبحان الله ما بتحب، لك انا ما بحب، قلت لا في ناس ما بيدي بدي اوقف الكاميرا وبرجع لكم. يعني يا جماعه بصراحه
المشي طويلة طويلة كتير، يعني بده يطلع الواحد هيك مشوار بده يعرف على حاله انه طالع عنده مشوى طويلة. طبعا بإمكانه فورا يدور ويرجع، بس سبحان الله هو يعني المكان بيريحك هيك نفسيا شوي يعني، فيضل الواحد مستمر اون انده. يا جماعة ما عم يخلص الطريق. كل ما بوصل لعند هيك الكوع صغير بقول لحالي يلا خلص الطريق، ما عم يخلص. شلون بدنا نرجع هلا؟ يلا رياضة. رح نروح لعند هذا المكان اللي طالع منه الشمس لنشوف شو هذا المكان، وبعدين اذا ما كان في نهاية للطريق انا رح انهي الفيديو لليوم مشان ما نطول عليكم كتير وتملوا من الموضوع. ان شاء الله الفيديوهات الجاية بنحاول نعمل نصور اماكن تانية يكون هيك فيها متعة اكتر ان شاء الله. خلينا نشوف هلا وين رح نوصل. هي طلع عنا هون في قاعدة هون كمان، طبعا بإمكان الواحد يجي هون يحط المادة يحط أغراضه ويقعد، يعني ما في أي مشاكل على الموضوع هذا. شايفين منظر الشمس يا جماعة كتير حلو اليوم، عنجد كتير كتير حلو منظر الشمس. أنا شايف في نزلة هيك لتحت، شوف وين تاخدنا هي النزلة. شكلها بتاخدنا على النهر. على النهر النخل النزلة رح تاخذنا على النهر. طبعا هون الواحد اذا حب يصيد سمك بامكانه يصيد سمك، تجوا لهون عادي بتجيبوا السنارة تصيدوا سمك ما في اي مشاكل. بس طبعا في اماكن ممنوع الصيد فيها بدون رخصة، لازم يكون معكم مثل ما بيقولوا موافقة تنجاب من البلدية مشان كل مين حابب يصيد بيجي بيصيد بالنظامي. بس هون بظن ما في اي مشاكل يعني، بس في اماكن لازم تكون في موافقة. بدون موافقة اذا الشرطة شافتكم او المسؤولين عن الموضوع هون فيها مخالفة. هلا هون عم يعطينا مفرق على اليسار، عم يقول لي بإمكان يروح على منطقة خلونا نروح عليها مشان نرجع على البيت ونلحق بدنا نصلي العصر إن شاء الله. هاي هلا نحن بطريق الرجعة، تفرجوا هون عنا كمان نهر مع أحلاه ينزل الواحد بإمكانه. هون حاطين لك قديش الغماقة تبعه، شايفين حاطين معلومات قديش الغماقة بتجي تبعه، كل ما ارتفع كل ما بيحطوا لك قديش الغماقة تبع هذا النهر عشان اللي بده يجي يعرف شو الترتيب، يعرف حاله وين بده ينزل، ينزل بنهر مترين ثلاثة ولا نص متر ولا ربع متر اللي هو. حاطين معلومات، الله يكرمنا ان شاء الله، الله يكرمنا وبلادنا تصير هيك تعمر ان شاء الله باذن الله. نشوف كل هالتطور وهالشغلات الحلوه عنا ببلادنا ان شاء الله.
سوريا، البلاد العربية، في كتير بلاد عربية كمان متأخرين يعني. الله يفرج على جاه سيدنا محمد. طبعا عاملين مكان للسيارات، تجي السيارات بتصوف وبتنزل، بيحب يكمل بقى ما بيكمل. شوفوا احلى. مثل العين الفيجي عنا بلا تشبيه. طبعا العين الفيجي عنا النهر بيجي اعلى واقوى سبحان الله، بس هون النهر مثل قولوا هادي. يا جماعة كل ما بقول بدي اطلع خلاص اطلع على الشارع ورجع على البيت، برجع بلاقي مكان بقول لا. خليني عم بمشي بهالخضار. في جمال بالطبيعة، عن جد في جمال بالطبيعة سبحان الله، خاصة إذا كانت مخدمة يعني مفتح لها مجال. شوفوا المنظر ما أحلى. سمعاني صوت المي ما أحلى، صوت المي حلو، صوت المي حلو. حاول نقرب، بس هو المشكلة انه المطر كانت نازلة من يومين فالارض شوي فيها طين. سمعني صوت النهر محلى. اسأل الله ايام نهر بردة وعين الفيجة وبسيمة. اسأل الله. طبعا بنص الغابة حاطين ملعب، عاملين ملعب يلي بيحب يجي يلعب كرة قدم، إذا حدا اجى على باله يجي بيلعب هون. في قدامنا ناس جايين لازم نوقف. يا جماعة طبعا مثل ما قلت لكم يعني بنفس المكان هون في خضار وطبيعة وهي، بس بتطلعوا لهنيك بتلاقي في بيوت وفي بنايات كمان ساكنين بهذا المكان. في جسر هنيك وطلعة كتير حلوة، بس بصراحة ما اتخرج يعني اني روح مرة تانية ان شاء الله. طبعا هون حاطين كمان ملاهي للاطفال مشان يجوا يلعبوا. كمان هي بالغابة، هي بمكان تاني، نحن صرنا بمكان تاني. شايفين كمان حاطين للاطفال يفوتوا يلعبوا هالقصص. هي هون حاطين لك الحماية تبع طبيعة، انه لا تكبوا زبالة ولا تعملوا القصص كلياتها. شي جميل. نروح نشوف هنيك. بدي اختم الفيديو معكم حبايبي عند النهر، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالجولة الحلوة. وان شاء الله انا قناتي منوعات تعليمية، وبنفس الوقت نزل فيها شغلات انه يكون فيها شوي هيك يعني بيقولوا ترفيه يعني او تغيير شوي يعني. دائما معلومات معلومات معلومات. شوفوا الكرسي محلاه حاطينه هون، بامكانك تقعد تتفرج على النهر الجميل يلي ماشي بكل سلاسة وكل هدوء. شوفوا المي شو صافي ما شاء الله مثل الزلال. شايفين محلاها سبحان الله. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الجولة. بتمنى ما تنسونا من الدعم وتشتركوا بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو حتى يوصل لأكبر عدد ممكن المشاهدات. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفيديو تاني.